لكم متتبعين قناة أسيتاريا موروكو جيرماني. إذا كنتوا أول مرة غادي تشوفوا هذا الفيديو، كنقدم لكم راسي أنا فاطمة الزهراء، وراح كاينين فيديوهات قبل غادي تفهموا منهم، ونتمنى يعجبكم والمحتوى اللي كنقدمه. اليوم غادي نشوفوا شي حاجه جديده شويه. اليوم غادي نجنيو واحد النوع ديالنا اللي هو كيف ما كتشوفوا من خلال الصور، هو البيرسي الالمون. كيشبه واحد شويه القزبر ديالنا. واخا تشوفوا كاين المشويه من خلال هذا الفيديو هذا في الارض، سي نورمال، لانه هاد الايام هذه تبارك الله طاحت الخير ديال الشتاء. كنقيوه كيف ما كتشوفوا وكنقبطوه مزيان، يعني كنديروه على شكل رزيمه، عاد ما كنصطفوه في الصندوق. وكيف ما كنعرفوا ان البيرسيل بجميع الانواع ديالو فيه بزاف ديال الفيتامين وبزاف ديال الانواع. كيف ما كتشوفوا ثاني هنا رجعنا كنجنيو لا سالاد كيف ما كتشوفوها، وحتى هي عندها منافع وفيتامين بزاف. وهذا اللي كتشوفوه دابا هو اللي اسبيرغ، هو تقريبا الشكل ديالو مدور، ماشي بحال السلطه الاخرى كيف ما كتشوفوا دابا. وهكا كيدوز النهار في الجني، وكان في الاخير كنعمروها في سلعه في الصنادق وكنشارجيوها في الكاميون من بعد ما كتغسل بطبيعه الحال. اليوم الثاني في الصباح الشميشه ضاربه، ومع هاد الموجه ديال البرد عندنا في المغرب كيف كتشوفوا، حتى الزاج ديال الطوموبيل فيه فحال الثلج يجمد. ومع ان اليوم ما جاوش العاملات، يعني اكتفينا في الاشغال داخل الفيرما، وبغيت نقل لكم الاجواء كيفاش دوزناها داخل ديال الفيرما. هنا فقط كيف كتشوفوا انه كاينين واحد الالات كنرجعوهم لبلايصهم بالتراكتور، كنساليو منهم، يعني سالينا من الاشغال ديالنا بهم نرجعوهم لبلاصتهم. هكا كيكون سال الفيديو ديال اليوم، نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش ديروا ابوني
وبارطاج مع اصحابكم وتلقاو في الفيديو الجاي.